السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشروع اسمه ماجيك تايم. ماجيك تايم عبارة عن بيعمل فيديو، تمام، من خلال البرومت او من خلال الصورة. يعني ممكن اديله برومت او اديله صورة او اديله برومت مع صورة مع بعض. هو معتمد على اوبن صورة. احنا عارفين طبعا صورة ده اللي هو بتاع اوبن اي اي اللي هو بيحول الصور لفيديوهات. اوبن صورة بيبدأ ان هو يبقى اوبن سورس، نفس الفكرة ان انا اقدر انتقل نقلة للفيديوهات دي. امثلة كتيرة على الحاجات اللي معمولة، تمام. لو ركزت كده هتلاقي في حركة لكل واحدة فيهم متناسبة مع الشكل بتاعه. يعني نبات بيكبر مثلا في الاتجاه الصحيح بتاعه، في كيكة بتبدأ انها تنفش وتكبر، المبنى بيتبني، كل صورة فيهم بيبقى في حركة منطقية ليها. طبعا لان هو اوبن سورس، في ناس محترفة القصة دي انها تاخد الفكرة وبتبدأ تعمل لها حاجة خاصة بيها، تبدأ انها تحط في موقع ليها. فلو انت عندك خبرة بالبرمجة ممكن تنتهز الفرصة وتحمله وتبدأ ان انت تعمله على سيرفر قوي وناس كتيرة تشتري منك الخدمة دي ان شاء الله.